السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المفارقات الجميلة في أيام القاهرة مفارقتين جميلتين، مفارقة أو ثلاث مفارقات وأنا صغير. المفارقة الأولى كان أول مشروع تجاري أقوم به، وكنت أنا حوالي 7 أو 8 سنوات في هذا الوقت، وكان المشروع هو بيع ما نسميه صباع العسلية أو نحن بنسميه مصاصة العسلية. وكنا بنمشي من شارع الشيخ محمد شاكر إلى القلعة علشان نشتري صوابع العسلية ب4 مليم أو 3 مليم، ونشتري مجموعة منهم ونقف على ناصية الشارع علشان نعيد بيع هذه الصوابع العسلية للأطفال ونكسب في اليوم قرش أو قرشين. كان مصروفنا اليومي في هذا الوقت في مطلع الخمسينات هو قرش ساق في اليوم، وقرش ساق ده كان بيحاول بيجيب لك وانت ماشي رغيف قد كده، نصه طعمية ونصه فول. يعني ممكن الإنسان بقرش الساق ده في هذا الوقت أن يستطيع أن يأخذ وجبة من الصباح إلى ما بعد الظهر. دي أول مفارقة اللي هي البيزنس نفسه. المفارقة الثانية كانت مفارقة رمضانية، كان مش في كل مكان في القاهرة في إضاءة، فكنا بالليل احنا كنا على نصية في الشارع، وكان ورانا في حارة اسمها حارة عبدالله باشا عزت، ما كانش فيها إضاءة بالليل، وكنا عايزين نلعب كرة عشان نقضي وقتنا يكون وقت جميل بالليل. فكنا بنجيب كرة بنسميها كرة شراب. يعني ايه كرة شراب؟ بنجيب السفنج ونحطه في شراب ونلفه بالخيط علشان يبقى كرة مدورة، ونضعه في حاجة اسمها الجلة علشان تمسك الخيوط دي كلها ونحولها الى كرة. كنا بنيجي بالليل بقى بعد صلاة المغرب، وحتى ما كناش بنصلي التراويح في نفس الوقت في هذا الوقت في القاهرة، كنا لسه أطفال صغيرين، كنا بنحط هذه الكرة في الجاز وكنا بنولعها، لأن ما كانش فيه نوع من أنواع الإضاءة، وكانت الكرة هي اللي بتكون إيه الوسيلة الوحيدة اللي إحنا بنشوطها على الجون من الفريق ده إيه الفريق ده. وكان لها يعني صوت جميل جدا وهي بتطير في الهواء، والأطفال بيصرخوا علشان الكرة ما تحرقهمش. المفارقة الثالثة اللي حصلت في نفس الوقت ده إن أنا كنت في اليوم أحد الأيام حبيت إن أنا أروح أتفرج على فيلم اللي اسمه مسميه مادر إنديا، اسمه الهند أو أم الهند، وكان فيلم جميل جدا جدا جدا. ودخلت سينما اسمها سينما الحلمية وعجبني الفيلم، وكانت تذكرة حوالي بقرشين ساعة، وكان في عرض مستمر، يعني ممكن تتفرج على فيلم مرتين ثلاثة أربعة في نفس الوقت. ونمت أنا بالليل ولغاية ما العرض الأخير خلص، وطبعا الأهل في البيت كانوا بيدوروا عليا مش لاقيني، فبابا الله يرحمه ووالدتي بعتوا كل القرايب بيدوروا عليا في كل الشوارع. انا صحيت من النوم من عامل السينما اللي صحاني من النوم وقال لي انت مين ابن مين، اتفضل اطلع بره السينما مش عايزينك. فانا خارج وانا صغير مش عارف انا رايح فين، وماشي في وسط الشارع والشوارع ضلمه في هذا الوقت، واللي ربنا اكرمني به ان انا قابلت احد الناس اللي هم كانوا تلاميذ الوالد رحمه الله عليه، شيخ من المشايخ. ولما لقاني كده ماشي تايه في الشارع قال لي انت مين يا ابني، قلت له انا فلان الفلاني، قال لي انت ابن الشيخ فلان الفلاني، قال لي تعالى معايا هوصلك البيت. فدخلت البيت بالليل لقيت كل العيله موجوده بقى من اخواتي وقرايبي وقرايب الوالده وكذا وكذا وكذا، والبيت مقلوب. لما دخلت انا هناك يعني كنت متوقع ان انا هضرب علقه محترمه اما من الوالد او من الوالده، لكن دخلت في ثبات و استقبلوني استقبال جيد جدا. وكان دي احد الاشياء اللي علمتني دروس كتيره جدا، سواء لعب الكوره او البيزنس اللي احنا عملناه او فيلم مادر انديا اللي احنا بنتكلم عنه. اشكركم على حسن المشاهده، واتمنى انكم تفعلوا الجرس بتاع التنبيه وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم اللي انتم بتحبوهم. والسلام عليكم ورحمه الله.